كوبر ونتحدث عن المنتخب، وكنا بنعرض بعض من الإحصاءات. ولكن الوضع العام للمجموعة الآن، مصر عندها الكونغو في أكتوبر المقبل، أعتقد أن مصر قادرة على الفوز على الكونغو، وهيبقى الحسابات تختلف كثيرا، خاصة أن أنت هتكون راكب المجموعة بفارق من النقاط. هو طبعا عشان نوضح للساده المشاهدين شكل المجموعه دلوقتي، احنا طبعا متصدرين برصيد 9 نقاط، عندنا مباراه ان شاء الله مع الكونغو في برج العرب يوم 8 اكتوبر القادم، في مباراه قبلها بيوم بين اوغندا وغانا في اوغندا، اوغندا 7 نقاط، غانا 5 نقاط. النتيجه اللي احنا نتمناها كلنا طبعا كمشجعين للمنتخب المصري ان المنتخب الاوغندي ما يفوزش، لان عدم فوز المنتخب الاوغندي ده هيؤهلنا لكاس العالم رسميا في حاله فوزنا على الكونغو ان شاء الله، سواء بفوز غانا او بتعادل الفريقين. غانا لسه عندها امال ان هي تكسب، هم هيلعبوا قبلنا بيوم، هيلعبوا قبلنا بيوم، وده شيء كويس ان احنا هنبقى داخلين الماتش بتاعنا وعارفين الدنيا عامله ازاي. غانا رجعت لها الامال تاني بعد الفوز على الكونغو، بقت 5 نقاط. غانا بتسعى ان هي تفوز على اوغندا عشان توصل للنقطه الثامنه، مع طبعا دعائها بتعثر منتخب مصر قدام الكونغو علشان تكون الجوله الاخيره هي الجوله الحاسمه بالنسبه لكل المنتخبات. لكن باذن الله اعتقد يعني ما فيش بديل عن اننا نفوز على منتخب الكونغو، وقبلها نكون عارفين نتيجه مباراه اوغندا وغانا. في اسوأ الاحوال واسوأ السيناريوهات، لو لا قدر الله فاز منتخب اوغندا على المنتخب الغاني، هيوصل للنقطه 10. احنا في حاله فوزنا على الكونغو باذن الله هنوصل للنقطه 12، ساعتها هنبقى محتاجين على الاقل تعادل قدام منتخب غانا في الجوله الاخيره عشان نوصل للنقطه 13. في المقابل اوغندا هتبقى 10 نقاط، هتلاعب الكونغو بره ارضها، هتوصل برضه في اسوأ الاحوال في افضل الاحوال ليهم يعني للنقطه 13، وساعتها هنحتكم لفارق الاهداف. نتمنى طبعا ان الموضوع يخلص من مباراه الكونغو القادمه، وانا اتوقع ويعني بشكل المنتخب الغاني اعتقد عودته للمنافسه من جديد هتخليه يستقتل في مباراه اوغندا القادمه. نتمنى ان ده يحصل، والسيناريو اللي احنا كلنا نتمناه زي ما كتير السيناريوهات من سنة 94 لحد 2014 ما خدمتناش، نتمنى بقى التصفيات دي إن شاء الله السيناريو يجي لنا هدية من السماء كده بتعادل المنتخبين وفوزنا إن شاء الله على الكونغو يؤهلنا. احنا عايزين والله نتمنى، يعني احنا ما شفناش أهداف عبد الرحمن فوزي في كأس العالم، فشفنا هدف كابتن مجدي عبد الغني، فعايزين نشوف حد تاني، يعني نشوف حد تاني جاب جون في كأس العالم يعني ولا إيه؟ نشوف محمد صلاح بإذن الله. طيب لا أي حد، أنا ما عنديش مشكلة، مش لازم صلاح، يعني صلاح حبيبي وكل حاجة، ولكن يعني اي حد. خلينا نخش مره تانية في طريقه لعب هكتور كوبر. انت هتلعب فريق الكونغو، والكونغو من الفرق اللي هتبقى بنفس شكل اوغندا الى حد كبير في طريقه اللعب، انها مش هتكون من هتلعب بطريقه متوازنه، هتبقى مدياك البوزيشن تديك الاستحواذ، وانت هتشوف نفس المشاكل اللي احنا حسينا بيها امام اوغندا. هل كوبر قادر ان هو في الفتره اللي جايه، وخاصه ب الفترة اللي مر بيها، هو حس اكيد بمؤتمر الصحفي، حس بانتقادات الناس، واكيد بيوصل له، هل من الممكن ان هو يعدل اوضاعه قبل لقاء الكونغو ويكون ادائنا افضل من كده امام فريق كونغو؟ صح، بتفق مع حضرتك ان على طريقه اللعب الفريقين بيلعبوا بنفس طريقه اللعب 4-4-2، نفس الطريقه بالظبط، او 4-4-1-1 مثلا. هي نفس الطريقه، بيعتمدوا على السرعات على الاطراف، عندهم اونداما، الكونغو عندهم مهاجم اسمه بوفوما، ده اخطر لعيب عندهم. يمكن اتفرجت على المباراه الاخيره مع غانا، حوالي 6 محاولات على المرمى كلهم في العارضه، هو كان منحوس قوي في المباراه دي، بس خطير جدا طول ما هو بيوصل للجون، حتى لو غير موفق خطير، مهاجم خطير ولازم هيتم فرض عليه رقابه لوحده كده. فالمباراه دي انا اعتقد كوبر يعني واصل له كل الكلام، بدليل ان هو يعني حتى عبد الله السعيد، حتى كوبر، حتى كابتن اسامه نبيه، كل اللعيبه بيتكلموا دايما في كل الحوارات على كلمه الضغوط، ضغوط ضغوط. فالضغوط دي جايه منين؟ اكيد جايه من الاعلام ومن الجمهور. نعم. ان هو اللي بيضغطوا عليهم خاصه بعد المباراه اللي فاتت، فاكيد طبعا كل الكلام واصل لهم. فهكتور كوبر محتاج الفتره الجايه يعدل شويه في بعض الاختيارات، مش عيب ابدا يعني، هو مشكلته ان هو مثبت اختياراته ان اللعيب ده خلاص هو اللي حافظ فكري، الكلام ده كان زمان، الكلام ده اللي هو يعني ما ينفعش مثلا عمرو جمال بس اللي ينفع، ما عنديش مهاجم تاني ينفع ادخله، طب ليه ما انت عندك عمرو مرعي وعندك احمد جمعه ممكن تدخله مثلا في القايمه ويحفظ اسلوب لعبك، دلوقتي اللعيبه اغلب اللعيبه دلوقتي محترفه، بس يعني مش محتاجه ان هي. اتكلم معاك يا احمد بفكر تاني، ممكن في البعض يقول لك لا طب انا خلاص فاضل لي مرحلتين ولسه هجيب حد يتأقلمه. بس الفرقه يعني ده وارد، ده امر وارد برضه، الفرقه وادائها وتطويرها محتاج تطوير. يعني انا كنت مع كوبر واكبر داعم ليه لغايه كاس الامم،
بعد كاس الامم بصراحه بدات ان انا ما ادعموش قوي لان الاداء ما اتطورش. يعني دي مشكلتي مع كوبا، لازم تطور. يعني انت عندك مشكله واضحه في وسط الملعب، شراكه طارق حامد والنني شراكه سيئه للامانه. لازم تشوف عمرو السوليه، الراجل ماشي مع النادي الاهلي وعنده خبرات وانضم لمنتخب مصر واعلى منهم بدنيا وعنده قدرات دفاعيه وعنده قدرات هجوميه ولاعب ممكن يروح ويزيد وعنده الزياده وعنده التسديد على المرمى وعنده التمرير الطولي، عنده كل حاجه. هشام محمد ده ان شاء الله لما يلعب هيبقى اعلى من الناس دي كلها. فيعني لازم تكشف ويعني لازم تضم سواء السوليه او هشام محمد، هيحلوا لك المشاكل دي كلها. عندك برضو ناحيه الطرف ما ينفعش ابدا ابقى انا قاعد. ممكن يا احمد انت يعني كلامك منطقي، ولكن في بعض الاوقات مثلا لو انا بلعب غانا في غانا ممكن العب طارق والنني. يعني لو هلعب في بعض الاوقات طبعا، لكن انت مش وانا عايز العب. انت بتفكر في ماتش الكونغو. ماتش الكونغو انت محتاج ان انت هتهاجم هتقفل ولكن لازم يبقى عندك حلول. يعني هقول لحضرتك على حاجه، ما ينفعش ابدا عبد الشافي مش في حالته يبقى انا بفكر في احمد فتحي باك شمال. من شهر يناير المدير الفني بيدور ان احمد فتحي باك شمال، امال فين الباكات الشمال اللي في مصر؟ اقول لك الصراحه، يعني دي فتره من الفترات اللي فاتت، يعني لو كنت انت بتقرا اكيد وليد معايا في الحته ديت ومتابعها، يعني كل المانشيتات ان في تغيير في طريقه اللعب واحمد فتحي هيلعب باك شمال. والراجل الصراحه مصمم على تغيير جذري في الخطه وما و و و كل الحاجات اللي قريناها. لان الراجل هو من الحاجات اللي تحسب له الصراحه ان هو دعم عبد الشافي، وقفه على رجله من الناحيه النفسيه، والراجل لعب شكل كويس، وهو غير يا دوبك ما بين تريزيجيه ورمضان وغير راس الحربة، ودي حاجات من تحسبه. لكن كان في اجتهادات في الاعلام من غير ما يقروا كوبر، لو هم كانوا قروا طريقه كوبر يعرفوا ان هو مش هيغير. صح، بس برضه لازم كوبر في الفتره الجايه دي، انت خلاص يعني الحمد لله عديت ومتصدر المجموعه، لازم تطور بقى، لازم تشوف ايه العيوب. انت بقالك من شهر يناير بتدور على راس حربه، مش معقول يبقى عندك رؤساء الحربه في الدوري وانت كمان الحمد لله عندك بدايه دوري، فبدايه الدوري دي هتساعدك، اكيد هتكتشف واحد او اثنين، عندك احمد جمعه، عندك عمرو مرعي ماشيين بشكل كويس، عندك باك شمال محمد حمدي وايمن اشرف في النادي الاهلي ماشيين بشكل كويس، تقدر تكتشف اللعيبه دي وتضمهم، خاصه ان انت عندك يعني مشكله في بعض الاماكن البسيطه قوي في الملعب، يعني سواء راس الحربه او الظهير الايسر او اللاعب الكريتور في خط النص. طيب وليد، دخول صالح جمعه في اجواء المنتخب والراجل اداله في وقت من الاوقات وهو قليل ان هو يدعم بدماء جديده، وصالح جمعه هو لعيب منتخبات من اول منتخبات الشباب ومرورا، وحتى تصعد ولعب اولمبي وهو لسه صغير، ولعب مع برادلي وهو لسه كان في منتخب الشباب. ولكن هل صالح جمعه فرض نفسه على كوبر؟ لا خلاف، ودي النقطة اللي أنا كمان حابب أتكلم فيها. يعني أنا هختلف مع أحمد شوية في الحتة دي. يعني الوقت صعب والوقت ضيق، احنا بنتكلم النهاردة في شهر بالظبط لحد مباراة الكونغو، وبعديها بشهر مباراة غانا لو احتاجنا لها، يعني فأنت بتتكلم في شهرين. أنت خلاص عندك كيان للمنتخب مصر، ما ينفعش تغامر بأسماء جديدة في الوقت ده إلا لو كنت محتاجها، لو حصل معاك إصابات، لو حصل معاك استبعادات، لو حصل يعني أي ظروف طارئة ممكن تستدعي حد يكون معاك في القايمة. لكن ان انت تتدخل اسماء جديده في الفتره دي، ان شاء الله بعد ما نصعد للمونديال باذن الله هيكون عندنا فتره كبيره جدا من غير ارتباطات. دي هتكون فتره المباريات الوديه اللي احنا هنكون فريق اللي داخل كاس العالم، دي ساعتها ممكن مع طبعا الدوري العام ومع الدوريات الاوروبيه كمان هتمشي شويه، فهتظهر لنا طبعا اسماء جديده خصوصا اسماء المحليه ممكن ساعتها يدعموا منتخب مصر مع المرحله الجديده اللي انا اعتقد لازم منتخب مصر يدخل فيها تكتيكيا. او يعني امام حضراتكم يعني اصغر فعلا مشجع وبيساند منتخب مصر بكل حاجه، والراجل مبسوط وكرنفال. الجمهور وحشه الملعب، الجمهور وحشه الاستاد، الجمهور وحشه ان هو يتفرج على كره القدم لايف. الاحساس الاستاد احساس تاني خالص، يعني مهما كان انت قاعد في التكييف، قاعد مع اصحابك في القهوه، قاعد في اي حته بتتفرج على ماتش، مختلف تماما غير ان انت تكون في الملعب. ولاجب المسؤولين خلاص، الدوله احنا دخلنا في مراحل مهمه جدا، ماشيين بشكل كويس جدا في الاستقرار، واعتقد ان وجود الجمهور مره تانية في المدرجات ده اقل حاجه ممكن تقدمها او يقدمها المسؤولين للرياضه المصريه. خلوا الجمهور يتفرج على الفن، الكوره فن والفن بيحتاج الى جمهور، واللعيب بيحتاج للتفاعل. يعني لو حضراتكم شفتوا تفاعل محمد صلاح مع الجمهور وتفاعل الجمهور مع ترقيصات صلاح لما بيعدي من واحد، لما احمد فتحي بيعمل تاكلينج والناس بتسقف له، لما عصام الحضري بيشيل فرصه، الكلام ده كله هو ده متعه كره القدم. فالكره للجمهور، الكره يجب ان تعود مره اخرى الى لها جمهور في المدرجات، ولسه
كنا بنتكلم ان النادي الاهلي هيطلب زياده في عوده الجمهور مره ثانيه ووجود الجمهور في لقاء الترجي. اللقاء ده محتاج اكتر من حتى يعني ممكن 85 100,000 متفرج زي زمان لو تفتكروا، كانت الناس بتقعد فوق الساعه في استاد القاهره. الكوره تحتاج الى الجمهور طبعا طبعا. والحقيقه كل التجارب الجماهيريه في المباريات سواء المباريات الافريقيه او مباريات المنتخب مباريات الانديه او مباريات المنتخب بتاكد لنا ان التجارب جميعها تجارب ناجحه. يعني امبارح في اكتر من 75,000 متفرج ماليين جنبات استاد برج العرب وشايفين المنظر كان ازاي. الاهلي بالظبط نفس حاله الاهلي زي منتخب مصر. منتخب مصر كان في مهمه قوميه قدام منتخب اوغندا، النادي الاهلي كمان في مهمه قوميه. احمد احنا شايفين حتى في سيدات في انسات في يعني كل بيشارك فيها. احسن لقطه امبارح لقطه الجمهور في المباراه بامانه. يعني احسن حاجه امبارح كانت الجمهور. انا شايف ان لازم 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 يبقى في جمهور في النادي الاهلي في ماتش الترجي بالعدد ده. هنحتاج جدا خاصه مباراه الترجي يعني اتقل مباراه للاهلي الموسم ده كله. الناس محتاجين كلها الجمهور في سهوله ويسهل. ما يقلش على الاهلي كلها جايه منتظمه كله جاي فرحان عيد احتفاليه. وان شاء الله ان شاء الله يوم 16 سبتمبر ان شاء الله مفيش شماريخ. كان في نعم كان يعني في تنظيم جيد. التنظيم الجيد بيسهل عليك حاجات كتير قوي. الناس بتتفتش ما عندهاش اي مشكله خلاص. الناس بقى عندها وعي لان من قبل المباراه الكل نبه. المباراه تم الاستعداد تنظيميا ليها بشكل كويس وده ان شاء الله هيحصل في لقاء الترجي. النادي الاهلي بصراحه موضوع اداره المباريات بيسبق النادي الاهلي ما شاء الله سباق. النادي الاهلي ذهب الى اوروبا وخد نموذج اوروبا في كيفيه الدخول للمباريات. وانا بحيي صراحه مجلس اداره النادي الاهلي على فكره اداره المباريات. وليد مهدي ما شاء الله بيعمل شغل كبير جدا في هذا الشان. ان انت دلوقتي بتاخد التذكره بتاعتك من على الانترنت. ما فيش حد دلوقتي ما يخش على الفيسبوك، ما فيش حد ما بيخش. انت دلوقتي تقدر تجيب تذكرتك من الموبايل بتاعك. فدي خدمه جديده، سيرفيس جديد صراحه. مجلس اداره النادي الاهلي لازم نحييه على هذا الجهد ولازم نطلب مره ثانيه من المسؤولين ان النادي الاهلي يحتاج الى جمهوره، يحتاج الى اللاعب رقم واحد الداعم الاساسي عبر تاريخ النادي الاهلي في اللقاءات المصريه. احمد اخدك بقى لترتيب المجموعات. احمد ثابت تمام. المنتخب التونسي منتخب عربي تعادل كان مهم جدا في اللقاء الماضي. الكونغو الديمقراطيه الكونغو القويه هي الفرقه الكونغو الصعبه اللي فيها لعيبه على مستوى عالي. ولكن الصراحه نبيل معلول مش علي معلول هو دايما الناس بتتلخبط وقال معلول في تونس بيصنعون الفرق. طبعا انا عايز اتكلم تحديدا على منتخب تونس ده عشان لعيبه الترجي التونسي بالذات. منتخب تونس عامل امبارح عامل كومباك رهيب جدا. انت ترجع تبقى خسران وسط 100,000 مشجع كونغولي اكتر من 100,000 كمان، تبقى خسران 2-0 وبتلعب 4-4 4-1 4-1. هو غير يمكن في طريقه لعبه نبيل معلول، هو دايما بيلعب الشعلال اللي هو لعب الترجي هو ارتكاز. لا دخل فرجاني ساسي لعب ارتكاز ولعب بالشعلال جناح يمين عشان يقفل في جبهه وريح السليتي قال له استخدمك ورا رابحه. والناحيه الثانيه طبعا ايه يعني يبقى مثلا في حتى فخر الدين بن يوسف ما بداش هو كان بيلعب دفاع شويه. ف2-0 نزل الاوراق انيس البدري اخطر لاعب في الترجي التونسي واللي ده لازم تتم رقابته الجناح اليمين ده مهم جدا. نزل قلب المباراه هو وفخر الدين بن يوسف والسليتي الثلاثه عمل ثلاث تغييرات عندهم سرعات. يعني اتكلمت عليهم الثلاثه عندهم سرعات. هو كمان لاعب انيس البدري ناحيه اليمين والسليتي وقدام طبعا فخر الدين بن يوسف قلبوا الماتش بشكل غير عادي. طبعا في يعني ده يمكن ارقام انيس البدري مع الترجي في دوري ابطال افريقيا. هو يمكن اخطر لاعب عندهم هو اللي جاب جون الفوز امبارح. يمكن الارقام بتاعته لعب 6 مباريات في دوري ابطال افريقيا، اكتر لاعب صنع فرص عامل 8 فرص عامل 2 اسيست وجايب جون، راح على الجون 11 مره. ده يمكن عدد تمريراته ومراوغاته الناجحه 6، التاكلنج الصحيح والدور الدفاعي بتاعه عامل تاكلنج صحيح 8 والتدخلات الدفاعيه بتاعته 6. يمكن الارقام بتاعت انيس البدري ده لازم كابتن حسام يفكر من دلوقتي. يمكن اصابه مؤمن زكريا هتضع الاهلي يعني هنقول مثلا في ازمه، بس مش ان شاء الله مش هتبقى ازمه عشان يعني نراقب انيس البدري الجناح اليمين هيبقى عليه علي معلول مثلا ومؤمن زكريا هيمثل مشاكل لكابتن حسام البدري ان انت ازاي تقف خطوره انيس البدري. في لاعب تاني مهم جدا وده اللي يهمنا واول ما بدات الكلام قلت لحضرتك ايه ظهيري الجنب افضل ظهيري جنب في افريقيا للنادي الاهلي احمد فتحي في منتخب مصر علي معلول. نبيل معلول في منتخب تونس بيستخدم علي معلول ان هو محطه بناء الهجمات الفريق من الخلف. يعني لو بصينا حتى على ارقام علي معلول هتلاقيه اكتر لاعب تاني اكتر لاعبين لمسا للكرات 80 مره بعد فرجاني ساسي اللي هو برضه لاعب الترجي كام 95 مره. فارقام علي معلول بتاكد ان الراجل ده اكتر لاعبين صناعه للفرص 5 فرص، تاني اكتر لاعبين تمريرا للكرات
كام مره؟ 58 مره بعد فرجاني ساسي. من الاخر كده احسن اثنين لعيبه امبارح كانوا في تونس فرجاني ساسي لاعب الارتكاز اللي هو لاعب الترجي وعلي معلول، الاثنين هم مفتاح بناء هجمات منتخب تونس اللي هو لاعب الارتكاز فرجاني ساسي بيلعب في الترجي وعلي معلول. فانا شايف بصراحه ان النادي الاهلي حاليا بيمتلك افضل ظهيري جنب يقدر علي معلول باذن الله ان احنا كمان نطوره، الكابتن حسام يحسب له ان هو طوره دفاعيا للامانه الشديده الموسم اللي فات. عايزين بقى نستغل علي معلول في زي ما بيستغلوه في منتخب تونس في ان هو بيبني الهجمه من تحت. احنا دلوقتي حجازي مشى، فانت عايز برضو تستغل ان يبقى عندك احمد فتحي بيدي التمرير الطولي وعلي معلول بيدي التمرير الطولي. انت عايز تزود، عايز تزود حته بناء الهجمة. الهجمه غير شريف اكرامي اصلا عنده الميزه دي، يعني يعني مثلا في فرق هتيجي تلعبها هتعمل ضغط عليك عالي، فهتلاقي عايز الخمسه بيعرفوا يبنوا هجمه عشان انت في النادي الاهلي. يبقى عندك سعد سمير، عندك رامي ربيعه ما شاء الله مميز بالتمرير الطولي، عندك احمد فتحي، عندك علي معلول، عندك شريف اكرامي. مهما لعبت عليا ضغط عالي. ما لسه ما اتكلمناش على حسام عاشور، ما اتكلمناش على السولية ولا هشام محمد. هنكمل، عندنا كلام مهم جدا ما تروحوش بعيد. نادي الاهلي حديث.